الملكة لون الحسين عملت جدل كبير مؤخراً بالأردن بسبب تعليقاتها على حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكان أبرز هالتعليقات انتقادها لمنع الحريات بالأردن. هذا الشيء دفع الديوان الملكي الأردني بإصدار بيان بيوضح فيه أنه كل ما يكتب بمواقع التواصل الاجتماعي من حساب أي فرد في العائلة المالكة هو رأي شخصي فقط، وأنه الحسابين الوحيدين المعتمدين هم حساب الملك عبدالله وولي عهده الأمير حسين. أما باليونان، أنقذت عارضة أزياء يونانية اسمها ساندرا تسيليغيردو حياة لاجئ سوري اسمه محمد بسمار من عرض البحر خلال رحلة استجمام كانت عم بتقضيها مع أصدقائها وعائلتها باتجاه جزيرة كوز اليونانية. وهذا اللاجئ هو واحد من كتار عم يحاولوا يعبروا البحر المتوسط لقارة أوروبا اللي عم تشهد موجة هجرة كبيرة حالياً بسبب الأوضاع الجارية بسوريا. وحول العالم، قصة الطفل السوري الغريق إيلان الكردي ذكرت كتير من الناس إنه مؤسس شركة أبل ستيف جوبز كان ابن مهاجر سوري لأمريكا. هذا الشيء خلى الكتار يتساءلوا إنه لو إيلان ضلوا عايش، ممكن كان هالطفل هو كمان يصير ستيف جوبز المستقبل. كان معكم أرواد بملخص أخبار البوابة. لمزيد من الأخبار اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أو زوروا موقعنا على الرابط بالأسفل. البوابة، بوابتكم لأخبار الشرق الأوسط.